أهلا وسهلا بكم في الفيديو رقم 3، أوكي، في كورس المايكروسوفت بروجكت. تعال نشوف ده الانترفيس بتاعة البرنامج اللي هو فيرجن 2007. الانترفيس ده يشمل مجموعة من القوائم زي القائمة الخاصة بكلمة فايل. فايل لو دوست عليها يديك مجموعة من الاوبشنز اللي احنا هنحاول نستخدمها، لكن هي معظمها بيتكلم على ازاي تطبع وازاي تسيف او تحفظ الفايلات بتاعتك. ملحوظة بس على المايكروسوفت بروجكت سوفت وير، ان لكل برنامج الداتا بتاعته منفصلة، وبالتالي كل برنامج كل مشروع له الداتا بتاعته المنفصلة، وبالتالي كل مشروع انت بتحفظه لو انت بتستخدم او لو انت بتشتغل على كذا مشروع يعني، فبتحفظ كل مشروع في فايل عندك من سيف از، من اوبشن اسمه سيف از او. طيب في كمان الايديت، بتعمل باست او باست سبيشال او ديليت تاسك او وهكذا، يعني مجموعه من الاوبشنز. فيو ممكن منها في حاجه اسمها كالندر، جانت تشارت، نتورك، دول هنستخدمهم بكثره، تاسك يوزج، تراكنج جانت، ريسورس جراف، ريسورس شيت، وريسورس يوزج. وفي كمان الانسيرت، لو عايز انت تعمل انسيرت يعني عايز تفتح مشروع، يعني انت راجل استشاري في مشروع جاي لك او كاستمر ومشروع جاي لك من الكونتراكتور، هتفتحه ازاي. هنا في الفورمات، الفورمات دي هنستخدمها برضو كتير. في التولز زي مثلا تشينج ورك تايم هنستخدمها حالا. في عندنا البروجكت، المشروع طبعا، بروجكت انفورميشن دي المعلومات عن المشروع اللي احنا هنستخدمها، ريبورتس هاو تو بريبير ريبورتس واشكالها وانواعها، الكالبريشن طبعا دي تبدا تبقى اكتيفيتد لكن بعد ما نعمل مشاريع، ثم الويندو لو انت عايز تعمل تنظم الانترفيس اللي قدامك. طيب هنا طبعا ده الشكل اللي قدامنا على اليمين، ده التايم سكيل اللي بيترسم فيه الجدول الزمني اللي انت هتعمله، وهنا التاسكس اللي انت بتكتبها. كلمة تاسك يعني معناها اكتيفيتي، يعني دي الانشطة اللي انت هتدخلها للبرنامج، تقدر تضيف او تحذف من خلال يعني تقدر توسع مثلا او تقدر تضيف او تحذف اعمدة من خلال الكاستمايز فيلدز، تمام، لكن مش هنتكلم فيها دلوقتي، خلينا ماشيين ستيب باي ستيب مع بعض. اول حاجه لو انا عايز اعمل مشروع بروح على الحته دي او الايقونه دي اللي اسمها نيو، كليك هنا، بدا ان هو يعمل لي مشروع وهو سماه من نفسه بروجكت ساكس. طيب انا عايز اغير الاسم، اعمل ايه؟ ممكن اروح على سيف، على فايل، اختار سيف از، واقول له لا احفظه، احفظ المشروع ده عندي باسم شعبان مثلا، عثمان، تمام، 2 ليكن، يعني اي اسم مشروع انت عايزه يعني، وهقول له سيف، هلاقي ان اسم المشروع اتغير بالفعل عندي. طيب قبل ما تعمل اي حاجه في المشروع، يعني قبل ما تضيف التاسكس او قبل ما انك انت تعمل الدبليو بي اس او قبل ما تعمل اي حاجه خالص، اول حاجه تعملها تعمل كاستمايز للكالندر، يعني تظبط الكالندر بتاعتك دي. يعني ايه اظبط الكالندر؟ البرنامج بيكون فيه ديفولت او كالندر ديفولت، الكالندر ديفولت دي قد لا تكون متوافقه مع ايام العمل او نظام العمل اللي عندك في البلد، يعني ممكن تلاقي الكالندر اللي هنا هو مدي السبت لحد اجازه واحنا عندنا لا الجمعه اجازه، او هو بيشتغل 10 ساعات في اليوم واحنا عندنا 8 ساعات في اليوم. طيب نظبط الحتة دي ازاي؟ هتروح على التايم سكيل ده وكليك يمين وهتقول له تشينج ورك تايم، ده اوبشن. الاوبشن الثاني لو رحنا على الفيو، هنا برضو التايم سكيل اهو تقدر تظبطها منه، او كمان عندنا من التولز هتقدر تختار تشينج ورك تايم، برضو نفس الفكرة عادي جدا. طيب هنا بيطلع لك شاشة جديدة، الشاشة دي
هي اللي فيها working day working time أو أيام العمل. لو أنت لاحظت هتلاقي إنك أنت عندنا كالندر هنا، الكالندر اللون الأبيض يدل إن دي أيام عمل، اللون اللي هو متظلل ده non working يعني أيام عطلات. فهنا مثلا مدي الساندي والساتردي دول أيام عطلات يعني أيام أجازة، ومخلي هنا الفرايدي ده اللي هو يوم الجمعة مخليه إيه؟ يوم شغل عادي. طيب لو افترضنا ان الكالندر دي مش متوافقة معايا بعمل ايه؟ عايز اعمل نيو كالندر، مفيش مشكلة خالص، تدوس على تاني، تدوس على كرييت نيو كالندر موجودة اهي، وتسمي الكالندر زي ما انت عايز. مثلا لو قلنا شعبان عثمان 2، اوكي هتقول لي ميك ا كوبي اور كرييت ا نيو بيس كالندر. لو اخترنا مثلا كرييت ا نيو بيس كالندر، اوكي فدي اصبح اسمها شعبان عثمان 2. طيب شعبان عثمان 2 هنا ما زال ان احنا عندنا السبت والاحد دول ايام عطلات، ايام عطلات. لو انت وقفت على فكره على اي يوم هنا بيديك الديتيلز بتاعته على ايدك اليمين، يعني هنا مثلا اهو قال لك ده نون وركينج اورز او نون وركينج داي، هنا لا يوم 30 ده وركينج داي، بس خد بالك هنشتغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعة 5 العصر، لحد الساعة 5 العصر. طيب احنا عايزين نغير، نغير ازاي؟ هروح على الاوبشن وهبدأ هنا من الاوبشن، هيقول لي الويك ستارت اون يعني الاسبوع بتاعك ده بيبدأ يوم ايه؟ هو هنا كاتبه ساتردي، اوكي هقول له ساتردي. طيب الديفولت ستارت تايم يعني الشغل الشغل عندك بيبدا الساعه كام؟ هنا كاتبها الساعه 8 الصبح، فعلا بيبدا عندي 8 الصبح. طب لو عايز اغير عادي جدا اروح اعمل كده واغير زي ما انا عايز مفيش مشكله. طيب هنا الديفولت اند الديفولت اند تايم 5 بي ام او 5 مساء، اوكي لو انا بشتغل لحد 5 مساء. الاورز بير داي 8 ساعات، لو عايز اغير فيه مفيش مشكله من الاسهم دي تقدر تغير ببساطه. اورز بير ويك هنا 40 اورز بير ويك يعني 40 ساعه في الاسبوع، هتحسبها لو تشتغل 40 ساعه زي اوكي، يعني احنا عندنا كده 6 ايام، يعني كده الاسبوع عندنا 6 ايام، لو قلنا 6 في 8 ب 48 يبقى لا المفروض ان احنا ايه نزود دي شويه. هو كتبها لك هنا 48. days per month يعني احنا عندنا كده كام يوم شغل في الشهر، هتشيل ايام الجمعة 4 يبقى احنا عندنا كده 26 يوم، 26 يوم تمام. يبقى انا كده ظبطت ايه؟ ظبطت الحتة دي، ظبطها زي ما انت عايز خالص، ولا set as default واقول له وهقول له اوكي. طيب هنا ايه كمان؟ هنروح على حاجة اسمها ورك، احنا عايزين نظبط الأسبوع ده، يعني بدل ما هو مازال مخلي يوم السبت والحد دول نون ورك، هروح على الورك ويكس، على الورك ويكس بالشكل ده، ولو أنا دوست هنا على الورك ويكس تمام؟ هنلاقي هنا الأيقونة بتاعت الديتيلز بدأت تبقى اكتيفيتد، هروح دايس عليه وابدا اظبط الاسبوع بتاعي. هقول له الساتردي ده، الساتردي هو هنا كاتبه ان هو نون ورك اورز نون ورك داي، لا هقول له لو سمحت ده سبيشال بالنسبه لي فخليه ورك داي. طب هتخليه ورك داي من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 8 تمام 8 اي ام اوكي لحد الساعه مثلا هو كاتب هنا طبعا 9 اي ام، هنقول له لا شيل الكلام ده اوكي وخليها 5 بي ام اوكي، يبقى كده خليها من 8 الصبح لحد 5 المغرب، ده امتى؟ يوم السبت، ده يوم السبت، واقول له اوكي. هروح على يوم السبت هلاقيه هو غيره فعلا، يعني بدل ما كان متظلل نون ورك لا خلاه وركينج. على فكره براحتك برضو لو شركتك مش شغال السبت خلاص، يعني ما فيهاش مشكلة، يعني فصل الكالندر دي على مقاس شركتك يعني. طيب
ايه كمان؟ هنروحه على يوم الجمعة وقول له بالنسبة للديتيلز. اوكي ساندي برضه حطه يوم مش يوم شغل، هقول له انا عندي سبيشال كيس بالنسبة ليوم الاحد اللي هو الساندي، احنا بنشتغل فيه من 8 مثلا، انا اوكي من 8 الصبح لحد الساعة 5 المغرب، لحد الساعة 5 بي ام. اوكي وهدوس كليك في اي مكان، هو ظبط الساعة هنا، ذاتس اوكي. هروح الاقي ان يوم لحد ايه هو خلاه working time، working time تمام. طيب هنروح على يوم الجمعة، هقول له الديتيلز وتعالى يوم الجمعة ده. لا هو مخليه هنا، مخليه يوم عمل، لا هقول له ده مش يوم عمل ولا حاجة، فمجرد ما هو 6 days، 6 days as non work time، خلاص هو شال عدد ساعات العمل هنا خالص، واقول له اوكي فعلا ظلل يوم الجمعة. طيب ايه كمان؟ لو انا عندي يوم الخميس مثلا، يوم الخميس ده الناس ما بتشتغلش لحد الساعة 5 مثلا يعني، هل اقدر اعملها؟ بسهولة خالص، هروح على details واختار Thursday واقول له لا الناس ما بتشتغلش عندي لحد الساعة 5، فلو سمحت خلي الشغل مثلا من 8. هقول له الاول set as a special، يعني غير في الديفولت الموجود. ممكن نروح هنا واقول له لا هو مش لحد الساعة 5، لحد الساعة 2. طبعا هو معتبر من 12 لواحدة ده بريك يعني، تمام اوكي، وخلاها سبيشال كيس بالنسبة لي. طيب كده انا ظبطت الكالندر دي، يعني ظبطت الكالندر اللي انا هستخدمها بير ويك، اللي انا هستخدمها في في الشهر. طب في حاجة اسمها اكسبشن، في حاجة اسمها اكسبشن او اللي احنا بنقول عليها يعني اللي هي الحاجات الخاصة اللي انت لو عايز تضيفها مثلا زي الاعياد، زي المناسبات السنوية، بتضيفها على البرنامج الزمني بتاعك علشان ما تعتبرش ايام عمل وبالتالي يحصل مشكلة في البرنامج الزمني. طيب الاكسبشن ده هنعمله ازاي؟ ان انا هقول مثلا يعني ان انا عندي عيد قومي اسمه اكس، العيد القومي ده فندم بيكون يوم اي يوم يعني، هنا كاتبها مثلا جولاي، اقول له يوم 6 جولاي مثلا، يوم 6 جولاي. طب المدة قد ايه؟ لو العيد القومي اللي عندك لمدة 6 ايام 7 ايام زي ما يكون يعني، هنا احنا بنعتبرها لمدة يوم اوكي. طيب خلاص احنا ده اعتبرناه العيد القومي وهو عمل له ماركد على الجدول الزمني. طيب هنا العيد القومي ده هل هيكون في 2019 بس ولا هيتكرر في سنوات كتيرة؟ ولا هيتكرر في سنوات كتيرة؟ طيب اولا لو هيتكرر في سنوات كتيرة فاحنا نقدر نظبطها ازاي؟ هتقف على العيد القومي ده اللي اسمه اكس وهتقول له details، هيفتح لك ويندو جديدة. الويندو دي هو ده العيد القومي ده اللي عندك ده، هل هو نون وركينج ولا وركينج؟ هقول له نون وركينج، فبالتالي مفيش ساعات عمل. طيب ديالي ولا ويكالي ولا مانثلي ولا ييرلي، يعني هيتكرر كل قد ايه؟ لا هنقول له هيتكرر مثلا كل سنة، يعني كل سنة عندنا عيد قومي يوم 6 جولاي مثلا. طبعا ممكن تضيف الاعياد حسب الكالتشر اللي عندك او حسب البلد اللي انت بتشتغل فيه. طيب يوم 6 جولاي هيتكرر العيد القومي. هنا في حاجة اسمها range of recurrence أو occurring، يعني العيد القومي ده هيبدأ من يوم 6-7 وهيتكرر معنا لحد يوم كام، أو هيتكرر معنا مثلا كام مرة؟ ممكن نقول له هيتكرر معنا 4 مرات، هيتكرر معنا 4 مرات. أو ممكن نقول له إن العيد القومي ده كرره لحد سنة
2022 مثلا، يعني كرروا لحد سنة 2022 أو مثلا كرروا 4 مرات، فبالتالي هيفضل يكرر كل سنة، هيجي يوم 6/7 ويعتبر إن ده إيه؟ hold أو non work days. تمام؟ يبقى هيكرروا إيه؟ هيكرروا خد بالك كل سنة. طب أنا لو عايز يتكرر كل شهر مفيش مشكلة، هندوس اللي هو كلمة months. لو عايز يتكرر كل week أوكي، عايز يتكرر كل day daily ماشي، وهكذا. تقدر إنك أنت تظبط الكالندر زي ما أنت عايز تماما. طيب يبقى إحنا كده اخترنا إن يوم 6 ده هو عيد قومي مثلا، وتقدر تضيف زي ما انت عايز. عايز تشيله ممكن من ديليت تشيله، انت ممكن تضيف كذا حاجة هنا، يعني في ميني اوبشنز يعني. تمام، وتقول لهنا اوكي. هو كده احنا ظبطنا الكالندر، و تعال نشوف هنستخدمها ازاي، ازاي نربط الكالندر دي بالمشروع بتاعنا. نروح هنا على التايم سكيل، هنروحوا على التايم سكيل، يعني هنا تروح كليك يمين مثلا من التايم سكيل او من التولز مثلا هتلاقيها، او في الفورمات هتلاقي، في الفورمات هتلاقي هنا برضو التايم سكيل نفس الاوبشن. تمام، وعايز اظبط دي علشان تظهر ايام الاجازات قدامك وانت بتعمل الجدول الزمني، فلازم تربط الكالندر او تربط المفكرة بتاعتك اللي انت عاملها بالمشروع بتاعك. طب نربطها ازاي؟ هنروح على حاجة اسمها non working time. ال non working time هنا في كالندر، هدوس عليها هنلاقي شعبان عثمان 2، هختارها وهختار يعني لو يكون لون مختلف علشان يدينا مثلا لون مختلف يبقى ظاهر عندنا ايام الاجازات. تمام، وهقول له اوكي. فأصبح هنا الفرايدي، لو انت لاحظت اهو فرايدي ظهر قدامك على اساس ان هو ايام عطلات. تمام، فبالتالي هيبقى بالنسبة لك non work days. طيب ايه كمان بالنسبة للكالندر؟ احنا كده ربطناها. رجوعا للنقطة دي كمان، ممكن بالمرة ان احنا نحدد يعني هنا non work days. اوكي، في كمان هنا change، احنا كده ربطناها بالمشروع. في نفس الوقت على فكرة من التايم سكيل ده، انك انت لو دوست هنا كليك يمين واخترت حاجة اسمها او نفس الحاجة اللي احنا بنتكلم فيها التايم سكيل، تقدر تغير الشكل ده، الشكل اللي قدامك. يعني هنا عندنا 3 layers، layers مكتوب فيها أغسطس مثلا، بعد كده أغسطس مثلا أيام، ثم التاريخ يعني، ثم الأيام. من هنا من كلمة time scale options تقدر تختار 3 layers، 1 layer، 2 layers وهكذا. تقدر تختار كمان أو يعني تغير في الشكل اللي هو بيتعرض به time scale. طيب عايزين نتأكد ان احنا ربطنا فعلا الكالندر دي بالمشروع اللي احنا فاتحينه اللي هو شعبان عثمان 2. هروح على project وهلاقي حاجة اسمها project information، دي معلومات المشروع ودي بالنسبة لنا مهم. فالاقي حاجة هنا اسمها الكالندر، للأسف هو الكالندر هنا ما زال شغال على الستاندر. لا، هقول له غير واختار شعبان عثمان 2. في حاجة اسمها هنا priority أو الأولوية بتاعة المشروع في الشركة، فأنا مختار 500، ممكن تغير فيها تقول مثلا ده الأولوية بتاعة المشروع ده رقم 1 في الشركة مثلا، فهتلاقي يعني رقم 1 معناه إنك أنت لما تبعت التقرير ده للناس هتهتم بيه جدا. من ضمن الحاجات كمان اللي أنت ممكن تعملها هنا، زي ما قلت لك لو أنت مذاكر الأجريمنت أو الكونتراكت، فأنت عارف الستارت ديت والفينش ديت. فهنا الستارت ديت بتاع المشروع بتاعنا وليكن، يعني انا هختار طبعا تاريخ عشوائي، ولكن هيكون يعني خلينا نقول من يوم
اوكي 1 جانيوري، تمام. الواحد جانيوري، اوكي. project start date، لو انت اخترت project finish date ممكن يعني تختار واحدة من الاثنين وهو يكمل لك. فاحنا لو قلنا project start date اهو، لا مغير، 1/1/2019، الكرنت ديت هتقول له لا الكرنت ديت خليه لحد النهارده مثلا المشروع بتاعنا. ستيتس ديت، لو ستيتس ديت معناها ايه؟ انت عايز تعمل الجدول الزمني او عايز تحدث الجدول الزمني لحد تاريخ كام عشان تعرف المشروع بتاعك ايه اللي خلص منه. فهنا مثلا من الكرنت ديت احنا ممكن نقول اغسطس، سبتمبر مثلا، اكتوبر، نوفمبر، خليه لحد 1 نوفمبر. يعني المشروع بتاعنا هيبقى من 1/1/2019 لحد 11/11/2019، تمام. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا كده ربطنا الكالندر بتاعتنا بالمشروع، حددنا تاريخ بداية المشروع وتاريخ الانتهاء من المشروع. طبعا دي ديبند على مين؟ ديبند على الاجريمنت او على الكونتراكت بكل تأكيد. هقول له اوكي، فهو كده يعني ربط الاتنين مع بعض. يبقى احنا الخطوة اللي عمل او الخطوتين اللي عملناهم في هذا الفيديو ان احنا عملنا كرييت نيو بروجكت وسميناه شعبان عثمان 2، وعملنا كمان كاستمايز للكالندر وعرفنا ازاي نربط الكالندر بتاعتنا اللي احنا عملنا لها كاستمايزيشن مع البروجكت او مع الكرنت بروجكت المفتوح معانا. تحياتي ليكم، نشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم، هنتكلم على موضوع مهم جدا الا وهو الورك بريك داون ستراكشر او الدبليو بي اس. شكرا ليكم.